تواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام مع شوطنا السابع الذي خصص للابكار. نسير مع المركز الاول ومع الصدارة الاولى عزايم. هناك لسعيد بن سعيد بالقطري الاخيلي يقدم لنا عزايم مع الصدارة والبداية بين المركز الثاني الشهري هادف خليفة سالم الاخيلي، بينما الوصول والقدوم ايضا من الجانب الاخر لمنصور بن ناصر بن صرود الاخيلي حامل هذا الشعار الجميل، بينما ايضا مع رابع المراكز هناك سمحه وايضا الوصول مع شهرية سعيد مستيط الاخيلي مع المركز الخامس. يا سلام، وصول مع شعار الجنيبي في هذه اللحظات الجميله والرائعه هناك مع حمد العلي الجنيبي. يا سلام، عودتنا الى الصداره الاولى، عودتنا الى المقدمه الاولى مع البدايه الاولى والمقدمه. يا سلام، مع عزايم هناك مع المركز الاول ومع البدايه بين المركز الثاني حمد بن علي الجنيبي مع ثاني المراكز وثالث المراكز مع منصور بن ناصر بن صرود الاخيلي مع ثالث المراكز. يا سلام، الله، نشوف ونتابع هناك مع هذه اللحظات الجميله واللحظات الرائعه والمتميزه. يا سلام، الله، نشوف ونتابع هناك، نعود الى الجنيبي الى الصداره الاولى الى المقدمه الاولى الى الصداره والبدايه. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن يعود هناك مره اخرى الى عزايم سعيد بن سعيد بالقطري الاخيلي وبن صرود منصور بن ناصر بن صرود الاخيلي مع ثاني المراكز. يا سلام، عزايم ومنصور بن صرود الاخيلي وسعيد بن سعيد بالقطري الاخيلي، لمن الناموس؟ لمن الانتصار؟ الله، سعيد بن سعيد بالقطري الاخيلي. سلام مريفيعه، سلام سلامي على هذا الحضور الرائع والمتميز، وإلى منصور بن ناصر بن صرود الأخيلي مع المركز الثاني بين ثالث المراكز هناك مع حمد بن علي الجنيبي ثالث المراكز. تهاني والقابوك، نعود بالتهنئة وبالناموس إلى سعيد بن سعيد بالقطري الأخيلي على هذا الفوز والانتصار، فوز